أحسن الله إليكم السائلة فا عين فا تذكر وتقول بأنني أحاول أن أبر والدتي خوفا من عقاب الله عز وجل، وأنا أقوم بمساعدتها في المنزل، لكن والدتي تكلفني بعمل لا أستطيع أن أؤديه، ولدي ثلاث من الأخوات لا يقومون بمساعدتي في المنزل، فأضطر في بعض الأحيان إلى رفض ما تطلبه مني والدتي، وأقول لها لماذا لم تطلبي من أخواتي الباقيات فلا تطلب منهن المساعدة وتقوم بعمل ما تريده هي، فهل أعتبر عاقة لها مع أنني والحمد لله لا أريد أن أعقها ولكن أريد البر، ولكنها لا تساوي بيننا في العمل، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ عليك بطاعة والدتك فيما تستطيعين، ما دمت تستطيعين العمل فإنه يجب عليك طاعة والدتي، وهذا رزق ساقه الله إليك أن والدتك خصتك بالأوامر التي تستطيعين فعلها، هذا رزق ساقه الله إليك لأنه بر وطاعة لوالدتك، ولو لم تأمر أخواتك الأخرى يجب عليك طاعة والدتك والبر بها، لأن هذا من حق بالفرح بهذا الأمر، هذا البر الذي هيأه الله لك، وإذا كنت تعجزين عن العمل أو لا تستطيعينه فأخبري والدتك أنك لا تستطيعينه أو أنك مريضة أو أن هذا عمل لا تستطيعين فعله، أخبري والدتك واعتذري منها حتى تسمع. نعم.